أنتم الآن في نشرة الموجة. باشر السجل المدني الإسباني الإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية الإسبانية من 22 مغربيا ضمنهم رجال أعمال وسياسيين، ويأتي قرار نزع الجنسية الإسبانية من المغاربة المذكورين للاشتباه في ارتباطهم بشبكات مختصة في تبييض الأموال خصوصا في الجنوب الإسباني وبمدينتي سبتة ومليليا المحتلتين. ويعز السبب في الإسراع بفتح ملف سحب الجنسية الإسبانية من هؤلاء المغاربة إلى تلقي سلطات مدريد معطيات عن أدوار سياسية لرجال أعمال مغاربة خاصة في مناطق حساسة، والاحتمال الكبير في تأثير أموال المخدرات على الشأن العام بكل من إسبانيا وسبتة ومليليا المحتلتين. دعت تنسيقية نقابة قطاع النقل الطرقي بالمغرب التابعة للمركزية الثلاث رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لتخفيف من وقع ارتفاع أسعار المحروقات على مهني قطاع النقل الطرقي للبضائع واستمرارها على الرغم من الانخفاض الذي عرفته في السوق الدولية. وطالبت التنسيقية النقابية بضرورة العمل على تسقيف أسعار المحروقات لفائدة المهنيين والتسريع بفتح التسجيل بالدفعة السادسة أمامهم والرفع من قيمتها المالية. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المحروقات بالمغرب تعرف ارتفاعات غير مسبوقة، الشيء الذي أثقل كاهل المواطنين عموما وأثر على هامش أرباح مهنيي قطاع النقل الطرقي على وجه الخصوص. كشف أحمد زفزافي اليوم الجمعة أن ابنه ناصر الزفزافي تم نقله إلى المستشفى خارج السجن. وبحسب ما أعلن عنه أحمد زفزافي في تدوينة منشورة بموقع فيسبوك، فقد تم الاحتفاظ بابنه في المستشفى بمدينة طنجة لدواعي صحية. ويقضي ناصر الزفزافي عقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة إلى جانب معتقلين آخرين على خلفية حراك الريف في الوقت الذي تستمر فيه المطالب الحقوقية بالإفراج عن كافة المعتقلين. رفضت دولة قطر طلبا من إسرائيل بفتح مكتب قنصلي خلال بطولة كأس العالم لسنة 2022 بعد أنباء عن محادثات بشأن فتح قنصلية مؤقتة لمساعدة الإسرائيليين الذين سيسافرون لمشاهدة مباريات البطولة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أي اتصالات مباشرة بين قطر وإسرائيل، إلى أن هذه الأخيرة أجرت مباحثات مع الفيفا في محاولات لإقناع الدوحة بفتح مكتب قنصلي خلال فترة كأس العالم على أن يغلق في نهاية الحدث لكون الدوحة رفضت الطلب. انطلقت اليوم الجمعة الاستفتاءات في مقاطعة لوغانسك، دونتسك، خيرسون وزاباروجيا بشأن الانضمام إلى روسيا، وستستمر حتى الثلاثاء المقبل. ويأتي هذا في وقت هدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية باستعمال السلاح النووي في حالة تهديد التراب الروسي. ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 10,000 شخص تطوعوا للقتال بأوكرانيا في اليوم الأول من التعبئة الجزئية التي أمر بها رئيس بوتين لحشد 300,000 جندي روسي في الوقت الذي توفد حشود من الروسيين على المنافذ البرية لمغادرة البلاد. لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.